هو مسألة الخوارج ما عندهمش فيها ضابط. إذا كان الحاكم يرضونه فالخروج وبالكلمة عليه محرم فضلا عن السيف، وإذا كان يكرهونه يخرجون عليه بالسيف. فضحوا فضحوا فضحوا. باهي. أما مسألة التعصب رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. الشخشير هذا اللي ما تقدرش تمشي فيه أنت إلا في المسجد، كيف تمسح عليه؟ كيف تمسح عليه؟ وريني وريني. لكن مع هذا ما يعني في بعض العلماء قالوا كذا وانصفنا، قلنا صلوا وراهم وما تمسحوش على الشخشير، وما زال بعضهم يقول محمد بعجيله قال النبي ما مسحش الا في السفر. نقول اغلب مسحي في السفر، اغلب مسحي في السفر واقله في الحضر. يقولوا لا، قال لا ما مسحش الا في السفر. ماذا افعل؟ هذه طبعا رمتني بدائها وانسلت. ان كان متعصبه علي كانت تامه، ان كان متعصبه فهم. لكن لا نعم. لا تسمع اليهم يا ولدي ولا يا اخي، فانت متعصب ما فعلت. ان لم والله العظيم لا ادري لماذا يطبقون معنا ما امر الله بتطبيقه مع اهل الكتاب. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا في اهل الكتاب وكفر وايمان. حتى هؤلاء لن نعم. يرضوا عنك ان لم تكن على طريقتهم. يعني نعم صحيح. مطابقه النعل للنعل مهما فعلت من خير من كذا، فإن كنت معهم ومع رئيسهم ومع كذا غفروا لك ما يقع من ذنبك، وإلا فجعلوا صغيرك كبيرا وشنعوا بك. وإلا لا تعصب. طيب شيخنا، من اقتنع بك لم مالك، ومالك ليس وحده. نعم. هو ليس فيها جمهور. نعم. بل لو نعم. لو حسبت على الجمهور الجمهور هم الذين لا يجيزون المسح على الشخشير هذا الموجود معنا الآن. نعم الجول. اما نعم. المنعل واما التساخين اللي كان يمشوا نعم. بها نعم. هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يا أمة النبي. اللهم صل عليه.